السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا. أيها الإخوة الكرام، النهاردة جماعة ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسلة الأسماء. سلسلة الأسماء من الأشياء المهمة جدا، لأن بيبقى ليها معاني، وهذه المعاني بتبقى معاني قيمة ومفيدة إن شاء الله، فضلا عن أنها تدل على البشارة والخير. النهاردة هنتكلم عن اسم نغم، ونغم يساوي خبر صار، هذا بصفة عامة. فاسم نغم اسم جميل، من يراه فيه إشارة إلى تلقي بعض الأخبار السارة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، اسم نغم بالنسبة للشاب الأعزب والبنت العزباء، هذا الاسم يدل على الارتباط إن شاء الله تبارك وتعالى، وبالنسبة للشاب الأعزب يدل على زواجه من فتاة رقيقة وتتحلى بصوتها العذب، أو ربما تتحلى بقدر كبير من الجمال بصفة عامة. هذا بالنسبة للشاب الأعزب. وبالنسبة للبنت العزباء نفس الكلام، سوف تتزوج أو ترتبط بشاب يتحلى بسيرة حسنة وبأخلاق حميدة إن شاء الله تبارك وتعالى. نغم بالنسبة للمرأة الحامل له علاقة بنوع الجنين. نغم بالنسبة للمرأة الحامل يدل على أن الجنين ستكون فتاة أو أنثى بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.